بلاص غادي نبدا لكم بالموديلات ديال البرومو. كيف كتشوفوا معايا اول جلابه هي هذه جلابه برومو، يعني ثمن 300 درهم. جلابه كطيح كتنوض بالعقيقه البنات، تفرجوا ليا في اللمعه، تفرجوا في الخدمه، فيها كاع الالوان. اجيو ليا الموديل الثاني اللي هو هذا، عاود خدمتو لكم بكاع الالوان، حتى هو 300 درهم. هذا الموديل حتى هو 300 درهم. يعني هاد البنات هاد البرومو ديال العيد راه ما غاديش تعاود. انا كنعاود نقول لكم هاد الموديل حتى هو 300 درهم، وهاد الموديل حتى هو 300 درهم، ومازال موديلات اخرين غادي نحطهم لكم ب 300 درهم. البنات هاد البرومو كيف ما قلت لكم انا درتها خصوصا الناس اللي دايرين الجمله وكيترزقوا الله وكيبغيو يخدموا على ريوسهم، والله يسهل عليهم. وحتى بالنسبه للناس اللي تالي عندهم غير بياسه باغا تلبس، يعني هاد المره ما غادي نحرم حتى شي واحد، كلشي غادي يلبس بالبرومو سواء الناس الجمله. هانتوما البنات ثاني كاين هاد لو موديل، تفرجوا ليا في اللون ديالو كي داير وخدمته كيفاش عامر، يعني موديل يعني 6 موديل البنات، وكريم تكوليا، والثمن البنات فقط 300 درهم. شوفوا البنات راه خدمه ديال اليد، شوفوا التنبات كيفاش داير فالطوم ليكس. مرحبا بكم البنات، شوفوا الكريب، كريب كوريا البنات الطول والعرض، يعني شي حاجه يا سلام. هذا البرومو البنات راه ما غاديش تعوض لكم هادشي.